السلام عليكم اخوان بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان هانين. اول حاجه بعدا غادي نقولها لكم، خصني شي محل في السطات. الناس اللي في السطات وغيعرفوا شي محل يكون في السونتر باغي ندير فيه واحد البيعه وشريه، عنده شي محل في السونتر يتواصل معايا ويقولوا لي ونجي نشوفه ويكون في السطات. ثاني حاجه بغيت ندوز هاد الجولف سيت جي تي دي، قلت لكم غادي ندوزها لكم ورا رمضان، وهذا هو الوقت. رمضان راه مشى بحالو ما بقى والو، هذا هو الوقت فين ندوزها. دابا غادي نوريكم شنو فيها. الناس اللي عارفين في الطوموبيلات راه جولف سيت جي تي دي حره. اجي معايا سيغناس لومبرانش في الطوموبيل اللي هنا من هذا الباب ومن الجهه الاخرى حتى هو. يا بسم الله يا بسم الله. بالنسبه للطوموبيل كما كتشوفوا كتجيب هذا الفولون هذه، اللهم بارك. تقدروا نتوما تحيدوا لي هذه، انا ما كما قلت لكم راه ما كانتش عجبتني، ولكن نتوما بغيتو تخليوها تخليوها. هما لي باليت العموريه ستار ستوب الاخوان كما كتشوفوا، اللهم بارك. الاصوات فيها نوريهم لكم، نجي واحد دقيقه بالبلاصه بالفيدون ديال الله نبدل كلشي، يلا نبدل لاشين نبدله غير دابا مع البروجي شويه داكشي علاه صافي ما غاديش معليش نخليها عندي. ها لي مود، المود ايكونومي نورمال سبور، راه الاصوات فيهم كاملين. المهم راه في الاصوات قليل فاش كنخدمهم، انكم عارفين مع المدينه قليل فاش كنخدمهم. هذه راه بدلتها ليها، كانت فيها الاخرى وبدلت ليها هذه، هذه حتى هي زوينه. ها نتوما شفتوها الكاميرا راه فيها، اللهم بارك. ديسترونيك القدام انا نوري لكم دابا. بالنسبه للديسترونيك ها هو كيقرا البلايك وكلشي. انا شحال مره الاخوان شحال مره كنت بغيت ندخل شي ماطر كيحبس ليا هو كيفراني الراس. واحد الحاجه لاشين راه بدلتها جديده، كنت باغي ناخذ وحده قديمه. راكم عارفين ماشي لاشين يا ربي، فولا موتور. نتوما عارفين الفولكس فاجن كامله هي والاودي فيها المشكل ديال فولا موتور، بدلتها جديده باقا جديده، باقا حتى الكرتونه عندي اللي بغى يجي يشتري نوريها لي باش ما يقولش بدلتها قديمه. اجي تفضل. ها انتم الموتور راه 184، قلت لكم الناس ديال جي تي دي راهم عارفين. وبالنسبه لهادشي اللي زدت فيها انا الاخوه راكم عارفين، وها هو درت ليها الكوفر الكتريك، اللهم بارك. ها انتم غادي تشوفوا هاي بلاصه السد ديالو، راه اللي غياخذ هادشي بعدا هادشي بعدا بوحدو دير 10000 درهم هاد الكوفر وشي الاخر اللي داخلين. المهم لي زامونتيسور ديالو راه باقيين جداد ديال الكوفر الاصلي. ها انتم الاخوان غادي تسد شو يا جراج فوالا. هاد الطوا اوفر راكم عارفين، ونوريكم شي الاخر. ها هما هادو بوحدو ب 5000 درهم، والمعارب على 500 درهم. هادو كتبدل اي كولور بغيتي كما بغيتي، كتحكم فيه غير من التليفون. ها هما راه ماشي بوله شاعله ولا شي زعما ديك بوله ديال 100 درهم ولا كتضرب في السقف، لا راه ديزا لانستالاسيون الماله كامله. دابا نحط لكم شي فيديو انا الانستالاسيون زعما في الماله كامله. هذا بالنسبه للبنوات راه نبدلهم ربعه جداد، هذا هو المشكل اللي فيا انا، كنصلح وفي الاخر كنحتاج فلوس كنبيع. والله حتى ربعه جداد كانوا فيها 200، القداميين جداد وهادو حتى هما جداد باقيين جداد. يلا دابا بدلتهم دابا شي 25 يوم بحال هكا كانت باقي جداد بربعه. وبالنسبه لهادو راه حتى هما دو كما كتشوفوا فريمون كلها كامله فريمون واعره. هادشي اللي كاين في الطوموبيل، كاينين حوايج اخرين ما قدرتش نشرحهم لكم، وكاين شي حوايج اخرين ما عرفهمش انايا. وحاجه اخرى غتبقى تاول هضره يقول حسن ولا كيبيع شريف طوموبيل شي، انا هذه طوموبيلتي راه في سميتي، وزعما كون ما كانش طوموبيلتي ما غاديش لها الكوفر الكتريك، ما غاديش في داكشي الداخل، غنلحق غادي نشريها غنخدم بها وغادي نبيعها. مي اقتدى الحال وبغي ندير محل، بغي ندير شي بروجي صافي. واللي جا سخرت لي الله يستر لي كاع الطوموبيلات الحمد لله اللي كانوا عندي وبعتهم، نقدر نخليكم حتى الميساجات ديالهم. باقي لحد الان دراري كيشكروا فيا، وراه زيرو ديفو كما قلت لكم. كنت بدلت لها الموتوسيرات قداميين، بدلت لها الفولا موتور بالعالم ب 500 درهم جديده بكرطونشه، والفيدونج وداك الشيء الاخر التخربيق راكم عارفين.